على آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم، وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس 29 بعد 123 في دروس رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله. فعنا عند حديث 4 من باب تعظيم وبيان حقوقهم ورحمتهم، عن أبي هريرة رضي الله عنه: قبل النبي صلى الله عليه وسلم ابن علي رضي الله عنهما، عنده الأقرع بن حابس، إن لي 10 فقبلت منهم أحدا، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: من لا يرحم لا يرحم. متفق عليه. يدل هذا الحديث أولا على مدى عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حفيديه الحسن والحسين، كما نجد في هذا الحديث وفي أحاديث أخرى وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم شديد العطف على الناس جميعا، لا سيما على الصغار، وكان في هذا ينفذ قوله: ليس منا من لم يوقر كبيرنا ومن لم يرحم صغيرنا. إلا أن المصطفى صلى الله عليه وسلم كان يخص آل بيته بمزيد من الرحمة وبمزيد من الرعاية. وقد يخيل إلى بعض منا أن هذا نوع من الأثرة ربما، وواحد مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون حبه موزعا للناس جميعا على قدر سواء، وأن تتوزع رحمته أيضا على الناس جميعا بشكل متساو. أما أن نجد عنده مزيدا من العطف والرحمة على أحفاده كالحسن والحسين وابنته، فلعل هذا فيما يفهمه البعض يدل على شيء من الأثرة، والأمر في الواقع ليس كذلك. هذا الأمر بحد ذاته نوع من أنواع التبليغ للناس، ومعنى من معاني التعليم لأصحابه ولمن بعده ممن سيأتون. ونحن نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما ابتعثه الله سبحانه وتعالى أسوة وقدوة ومعلما، فهو يعلمنا بأقواله، وهو يعلمنا بصفاته وأفعاله أيضا. فهو صلى الله عليه وسلم عندما يحب إنسانا يقول لنا من خلال عمله: هذا ينبغي أن تحب هذا الإنسان. وعندما يبغض إنسانا يقول لنا من خلال عمله: هذا ينبغي أن تبغض هذا الإنسان. فالرسول عليه الصلاة والسلام في معظم تصرفاته مبلغ، ولذلك تصور المعنى
الذي قد يخطر في بال أحدنا من تصرف إنسان مثلنا غير وارد في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وتفصيل هذا الكلام أن النبي عليه الصلاة والسلام لا بد أنه قد أوحي إليه وأخبر من قبل الله عز وجل، كما قال في بعض الأحاديث الصحيحة أخبرنا أن الله قد أطلعه على كل ما سيحدث من بعد، فأنبأه الله عز وجل بالفتنة التي ستقع من بعده وبالموقف الذي سيقفه بعض الناس من الظلم لآل بيته. فكان في إعلان رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الرحمة بهذا الشكل الحار مكررا تعبيرا بل وصية بأبلغ بيان واضح أن إياكم والإساءة إلى آل بيتي، إياكم وأن توقعوا أي ظلم بهم. هذا هو المعنى الكامل في عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا. وإذا أدركنا هذا زال العجب وزالت مشاعر النقد من أحاديث أخرى أبلغ من هذا في رحمة رسول الله صلى الله عليه وسلم بسيدنا الحسن وسيدنا الحسين. مثلا من ذلك ما رواه أصحاب السنن من حديث بريدة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على المنبر ذات يوم، يعني يخطب، فرأى الحسن والحسين طفلان صغيران يمشيان ويتعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر وحملهما ووضعهما إلى جانبه، ثم أقبل إلى الناس وقال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة. قد يقول قائل: أإلى هذا الحد تبلغ شفقة رسول الله بهذين الطفلين؟ يترك الخطبة وينزل فيأخذ هذين الطفلين ويجلسهما إلى جانبه، وماذا في أن يتركهما بين الناس في المسجد؟ أو إذا وقفنا على الحديث الآخر الذي رواه عبد الله بن شداد، رواه النسائي ورواه أيضا الحاكم على شرط مسلم بل على شرط الشيخين، من حديث عبد الله بن شداد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي به فسجد، فجاء الحسن فركب عنقه عندما سجد رسول الله، فأطال رسول الله صلى الله عليه وسلم دون السجود حتى ظننا أن أمرا قد حدث. فلما قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتم صلاته وسلم قلنا له: يا رسول الله، لقد أطلت السجود حتى ظننا أن أمرا قد حدث. فقال عليه الصلاة والسلام: ارتحلني ابني، أي جعلني راحلة له وأنا في الصلاة، فأحببت أن لا أزعجه حتى يقضي حاجته. نعم، نحن نعلم أن هذا مظهر من مظاهر الرحمة التي أودعها الله عز وجل قلب رسوله محمد عليه الصلاة والسلام، لكن قد يخطر في بال أحدنا أن هذا ربما يدل على شيء من الأثر، يعني يا ترى يفعل هذا بطفل آخر مثلا غير الحسن والحسين، وكان يرحم جميع الصغار، لكن قد يخطر هذا في البال.
فنحن نلفت النظر إلى ماذا؟ إلى أن رسول الله مشرع في أقواله وفي أفعاله وفي صفاته، فعمل رسول الله هذا بالإضافة إلى أنه تعبير عن رقة شعوره وشدة رحمته، بالإضافة إلى هذا تعليم لنا نحن ووصية صامتة ولكنها بليغة لأصحابه والتابعين والمسلمين جميعا أن يكونوا رحماء بآل بيته، محبين لهم، معظمين لهم، وأن لا تمتد منهم يد بأذى إليهم. هذا معنى كلام عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، يعني هذا من قبيل قوله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. في الناس من يظن أن هذا نوع من الأنانية، هل يقول إنسان للآخرين تعالوا أحبوني؟ لكن طبعا هذا تصور سافج، الرسول مكلف أن يقول هذا، ولو لم يقل هذا لكان مقصرا في التبليغ الذي أمره الله عز وجل به: يا أيها النبي بلغ ما أنزل إليك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته. إذا بلغه الله أن إيمان المؤمن لا يتكامل إلا إذا كان رسول الله أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، ألا يجب على رسول الله أن يبلغ هذا الأمر الناس؟ ما الفرق بين هذا الواجب والواجبات الأخرى التي تتعلق بأمور العقيدة؟ كما كلفه الله أن يبلغ الناس الصلاة والصيام والحج، وكما قال للناس: خذوا عني مناسككم صلوا كما رأيتموني أصلي، وهو مكلف أن يقول هذا ويعلم الناس ذلك، أيضا مكلف أن يوضح للناس أن عليهم أن يعظموا آل بيت رسول الله وأن يحبوا آل بيت رسول الله، لأنه علم أن فتنة ستنبلج وتتفجر في يوم من الأيام، وأن بعضا أو كثيرا من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما ذهبوا ضحية هذه الفتنة، فرسول الله صلى الله عليه وسلم يوصينا بهم خيرا من خلال معاملته لهم. نعم، ألم يقل عن الحسن رضي الله تعالى عنه: ولعل الله أن يصلح به بين طائفتين؟ وقد أصلح الله به فعلا بين هاتين الطائفتين. ألم يقل عن عمار: ويح عمار تقتله الفئة الباغية؟ وقد حصل هذا فعلا. فإذا هذه الرحمة التي نراها في هذا الحديث والأحاديث الأخرى من رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفيديه هو تعبيرا عن الرحمة العامة التي ينبغي أن يتحلى بها المسلمون بعضهم تجاه بعض، لا سيما الكبير بالنسبة للصغير أولا. ثانيا، هي إلماح إلى ما سيحصل فيما بعد وتنبيه إلى الواجب الذي ينبغي أن نتحلى به، ووصية من رسول الله لنا بآل بيته. ترى أي مسلم يحب رسول الله يرى هذا الحديث والحديث الثاني والثالث ثم ينتقص من مكانة الحسن والحسين أو أي من آل بيت رسول الله شروان قيل؟ مستحيل.
لأن في هذا سوء أدب لا مع آل بيت رسول الله بل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاته. وطبعا لابد أن نقول أيها الإخوة إن حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يكون اللحمة الجامعة لأشتات المسلمين، وينبغي أن يكون السر الجاذب لهم إلى وحدة لا تنفصل ما دمنا جميعا مسلمين، وما دمنا جميعا نحب الله ورسوله ونحب إذن آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء المنطقي أن يكون سرا يجذب المسلمين إلى وحدة لا تنفصل، أم الشيء المنطقي أن يكون حب آل بيت رسول الله سرا لفصم عرى الوحدة الإسلامية ولتمزيق شمل المسلمين ولتحويلهم من جماعة إلى جماعات؟ شيء المنطقي أن يكون حبنا لآل بيت رسول الله سرا جامعا لا عاملا مفرقا، ولكنكم تلاحظون أن شعار حب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أصبح كما نرى شيء عجيب عاملا للتفريق بدلا من أن يكون سرا حاملا على التوحيد. إنه لشيء عجاب. ولقد قلت مرارا وأقول لا يكمل إيمان الإنسان إن لم يتلمس فؤاده فيجد أن قلبه ينبض بحب صاف صادق لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم، بدءا من فاطمة رضوان الله عليها إلى جميع سلالة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أن تقوم الساعة. ما دمنا نحب الله لا بد أن نحب رسوله لحب الله له، وما دمنا نحب رسول الله إذن ينبغي أن نحب آل بيته. أحب الله لما يغذوكم من نعم وأحبوني لحب الله إياي، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اجتمعنا جميعا على حب الله وحب رسول الله وحب آل بيت رسول الله فتلك هي اللحمة التي تجمعنا من تفرق وتجمعنا من شتات وتجمعنا على صراط واحد. ولكن أليس عجيبا أن نعيش في وقت نجد أن حب آل بيت رسول الله أو شعار حب آل بيت رسول الله عامل تفريق؟ كيف يكون هذا؟ هذا لغز. أما أن يكون في المسلمين من لا يحب آل بيت رسول الله فهذا لا يكون. لا يجتمع إيمان بالله وإيمان برسول الله مع كراهية أو انتقاص لأحد من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا واحدا. ولكن الحب من علامته أيها الإخوة؟ حبه لأبي كيف يظهر أنه موجود؟ حبي لصديق لي كيف يتجلى؟ حبي لرسول الله كيف يتجسد؟ الشاعر يقول إن المحب لمن يحب مطيع
يتجلى حبي لرسول الله في طاعتي له بمقدار ما أطيعه فأنا أحبه. طبعا الحب ليس هو الطاعة ذاتها كما يظن البعض، الطاعة ثمرة الحب. يكون الحب وهو شعور غامر في الفؤاد فيدفع هذا الحب صاحبه إلى الانقياد والطاعة. حبي لآل بيت رسول الله ما دليله؟ اتباعهم، السير وراءهم، إنني أحب عليا رضي الله عنه. ولا يمكن أن يكون علي إلا ملء قلب كل مؤمن ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصهر رسول الله، والذي أثنى عليه رسول الله في أكثر من مناسبة وأكثر من مجلس. طيب كيف أثبت حبي له؟ بماذا؟ باتباعه. أنظر إلى سيرته فأحذو حذوه، وهذا شيء يعني لا يأتي بالاختيار، يأتي قصرا بعامل هذا الحب. أحب الحسن والحسين، طيب أنظر إلى سيرتهما أحذو حذوهما. أحب فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنظر إلى سيرتها وأتبع نهجها. قولا واحدا هذا لا إشكال فيه. ولو أننا جعلنا هذا الانقياد تفسيرا للحب ولا تفسير للحب إلا الانقياد، إذن لرأينا أن حبنا لآل بيت رسول الله يجمع ولا يفرق، يوحد ولا يشتت. لكن يا ترى تعالوا نتأمل، هل نحن نعبر عن حبنا لعلي أو لآل بيت رسول الله بالانقياد لهم، باتباع سيرتهم؟ سل نفسك هذا السؤال وانظر واقع تعلم الجواب. كيف كان علي رضي الله عنه في معاملته لأبي بكر؟ كان يبغضه أم يحبه؟ كان يحبه، هذا شيء معروف. كيف كانت معاملة أبي بكر لعمر في خلافته؟ كان يحبه ويتعاون معه ويغار عليه وكان مستشاره الأول، أم كان بعيدا عنه خصما له متخذا لنفسه منهجا بعيدا عنه؟ ماذا كان يصنع؟ كان يحبه. سأله عمر رضي الله عنه وكان يستشيره في قضاياه الخاصة، سأله عن رأيه في أن يذهب هو بنفسه على رأس جيش لفتح بلاد فارس، هو نفسه يذهب. فقال له علي رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، كن القطب الثابت وأدر رحى العرب من دونك، يعني ابق في مكانك وحرك رحى العرب وأنت جالس في مكانك، فوالله لئن خرجت إليهم لتتركن وراءك من الثغرات ما هو أخطر من العدو الذي أمامك. هذا كلام سيدنا علي لسيدنا عمر. انظروا إلى المحب، انظروا إلى المشورة التي تنبع من قلب محب صاف. وقبل ذلك وفي عهد أبي بكر، لما جهز أبو بكر في يوم واحد 11 جيشا للخروج لمقاتلة المرتدين في قبائلهم، أراد أن يجهز جيشا آخر يقوم هو نفسه على رأسه متجها إلى سرغ لقتال المرتدين. جاء سيدنا علي فأغلق عليه الطريق وأمسك بزمام دابته وقال له:
أقول لك ما قال رسول الله يوم أحد: لم سيفك وعد إلى دارك، فوالله لئن نكب المسلمون بك لن تقوم لهم قائمة من بعدك. أنا أحب علي رضي الله عنه، مستحيل أن لا أحبه. طيب، حبي له يدفعني إلى أن أسير سيرته في حبه لأبي بكر وحبه لعمر، وينبغي أن يدفعني حبي له إلى أن أسير سيرته في معاملته مع عثمان. ماذا كان يصنع؟ كان في غاية الإخلاص له، وكان في غاية الشفقة عليه، وكان في غاية الغيرة عليه والنصح له. ولما جاء عبد الله بن سبأ من مصر بجيش ممن فتنهم عبد الله بن سبأ وأزاغ قلوبهم ليثوروا على عثمان، وسمع عثمان بالأمر، قال علي رضي الله عنه: أنا أكفيكهم، يعني أنت طمن بالك، أنا أكفيكهم. خرج علي رضي الله عنه بثلة من أصحابه، واجه هؤلاء الآتين من مصر، فقاتلهم علي رضي الله عنه وشتمهم وردهم على أعقابهم. فقال بعض الذين جاءوا مع عبد الله بن سبأ: أهذا هو الذي جئنا لننتصر له؟ جينا مشان ننتصر له، جاي هو يقاتلنا. طبعا عبد الله بن سبأ ماذا صنع؟ كان يبث فتنة في اليمن لم ينجح فيها، فانتقل إلى مصر لعله ينجح. كان يقول: أليس محمد خيرا من عيسى عليه الصلاة والسلام، عليهما الصلاة؟ فكان يقول: نعم. فكان يقول: كيف تقولون إن عيسى ابن مريم سيعود وأنه حي لم يموت، ومحمد مات ولم يعود؟ محمد أولى من عيسى بالعودة، محمد سيعود وسيعود في شخص علي. وكان يقول هذا الكلام ويزيد وينقص ويحرف، استطاع أن يجمع ثلة من الغوغاء، وهم الذين خرج بهم من مصر آتيا إلى المدينة. طيب، سيدنا علي هكذا كان في معاملته لعثمان؟ ولما أحدق بعثمان القتلة الذين أرادوا قتله، أمر علي رضي الله عنه ابنيه الحسن والحسين أن يذهبا فيقفا حارسين على باب دار عثمان يفديان عثمان بأنفسهما. أمرهما علي رضي الله عنه أن يكونا خير حارسين يمنعان أي إنسان من الدخول على عثمان رضي الله تعالى عنه. لذلك لم يستطيع الدخول، لم يستطع الذين جاءوا ليقتلوا عثمان الدخول من الباب، فتصوروا من وراء الباب من الجدار الخلفي ونزلوا على الدار من الجدار. حبي لآل بيت رسول الله لا يمكن أن يكون حقيقيا إلا إذا حملني على التأسي بآل بيت رسول الله. لذلك لما وجدنا أن عليا بعد مقتل سيدنا عثمان بويع له بالخلافة فقبلها لنفسه، ونظر إلى معاوية عندما تمرد على مبايعة سيدنا علي، نظر إليه على أنه باغ، نحن أيضا وقفنا موقف علي رضي الله. ولذلك نحن نقول إن الخلافة بعد سيدنا عثمان لمن؟ لعلي. ومعاوية كان في موقفه هذا يمثل طرف البغي في الدولة، ونحن تبع لعلي في كل الأحوال منذ أن توفي رسول الله
صلى الله عليه وسلم إلى أن دانت الخلافة له، نحن معه، حبنا هكذا يقول. أرأيت لو أن حبنا لآل بيت رسول الله أثمر اتباعه دائما، أفكان حبنا لآل البيت جامعا من شتات أم مشتتا من وحدة؟ كان جامعا من شتات. في هذا الحديث الشريف السر في شدة عطف رسول الله صلى الله عليه وسلم على آل بيته، لا سيما الحسن والحسين، تعبيرا كما قلت لكم ووصية رقيقة صامتة لأصحابه وإخوانه من بعده، كأنه يقول عليكم برعاية أحفادي وآل بيتي، لا تظلموهم، لا تسيئوا إليهم. هذا الكلام تحذيرا للخوارج مما فعلوا، وتحذيرا للذين خرجوا على علي سيدنا علي رضي الله تعالى عنه. بعد هذا يقول الأقرع بن حابس وقد عجب من تقبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم للحسن، قال له: لي عشرة من الولد ما قبلت منهم أحدا. وكأنه يقول هذا باعتزاز ويعجب. وكان في العرب شيء من الغلظة في عصرهم الجاهلي، حقيقة عندما نعود إلى العصر الجاهلي نجد الكثير من هذا النوع، غلظة في معاملة الآباء للأبناء ومعاملة الأبناء للبنات لا سيما، وفي التعامل العام بين الذكور والإناث وبينهم جميعا كانت جفوة البادية أبت إلا أن تبرز أثرها، وكانت فجاجة الطبع أبت إلا أن تتغلب. والإسلام الذي جدده الله عز وجل ببعثة رسول الله صلى الله عليه وسلم كان من أهم أهدافه إزالة هذه الغلظة وترقيق تلك الطباع وتحويله من الجفوة البادية إلى رقة الحضارة. نعم، وطبعا نحن لا نريد أن نفيض في هذا الموضوع، فالكل يعلم ماذا صنعه الإسلام وكيف غير الطباع، كيف أحال أسوأ الطباع إلى أحسنها، وكيف أحال أغلظ النفوس إلى أرقها. هذا شيء عجيب صنعه الإسلام. قرأنا في بعض كتب علم النفس أن الإنسان المطبوع على طبيعة معينة لا حيلة إطلاقا لدى التربية في تغيير طبعه، وهذا الكلام ذكره أيضا كثير من علماء النفس والاجتماع الأقدمون منهم الغزالي. صحيح، يعني أصول التربية القائمة على علم النفس لا حيلة لها في تغيير جوهر الطباع، لكننا نستثني كما استثنى العلماء عاملا واحدا، الإسلام يوجد العقيدة الإيمانية بالله عز وجل تغير الطبع من أقصى الطرف الأيمن إلى أقصى الطرف الأيسر، يعني 180 درجة كما يقول. وإن أردت برهانا على هذا فانظر إلى أصحاب رسول الله، إلى طبيعة كل منهم عندما كان في الجاهلية، ثم إلى طبعه عندما أصبح مسلم. أي واحد، انظر إلى خالد بن الوليد قبل الإسلام وبعد الإسلام، انظر إلى عثمان قبل الإسلام وبعد الإسلام، انظر إلى عمر قبل الإسلام وبعد الإسلام. عمر كان في الجاهلية مضرب المثل في الغلظة والجفوة والوحشية، وكان يعني معروفا بها، فلما دخل الإسلام هذب الإسلام طباعه
فأصبحت رقيق الطبع حيث ينبغي أن يكون رقيقة، قوية الشخصية حيث ينبغي أن يكون قوية. سيدنا عمر رضي الله عنه الذي كان مضرب المثل في الغلظة وقسوة القلب أصبح مضرب المثل في الرقة والعطف والشفقة. بأي سر أصبح هكذا؟ بأي سر؟ بسر الإسلام. والأمثلة كثيرة على الصورتين المتعارضتين من حياة عمر أو غير عمر. قالوا إن امرأة جاءت إلى عمر في عهد خلافته ومعها صبية صغار، جاءت تستعطفه، جاءت تقول يا عمر الخير جزيت الجنة، اكسوا بنياتي وأمهن. فأعجب سيدنا عمر بأسلوبها، يعني أخذت ترتجز بدل ما أن تقول نثرا، فقال لها فإن لم أفعل يكون ماذا؟ قالت إذا أبا حفص لأذهبن. قال لها فإن ذهبت يكون ماذا؟ قالت إذا أبا حفص لتسألن. في موقف فيه الحساب الجنة، إما إلى نار وإما جنة. وإذا بعمر بن الخطاب يبكي بنشيج بصوت مرتفع. متى كان عمر الجاهلية يتأثر لكلام امرأة تقول مثل هذا الكلام؟ متى كان؟ لكن الإسلام هو الذي هذب طبعه ورقق نفسه وسمى بإحساسه. نحن نعلم أن التربية لا تستطيع أن تغير الطباع، ولكن الإسلام يغير الطباع، يغير الطباع قولا واحدا. الأقرع ابن حابس واحد ممن لم يهذب الإسلام بعد، كان بعيدا، يعني لم يكن مقيما مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولعل هذه يعني من زياراته الأولى، ولم يكن قد مضى عليه عهد طويل بالإسلام. فلا تزال الطبيعة الجاهلية باقية لديه. عجب من عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا، وقال هذا الكلام. فنظر إليه رسول الله مليا كأنما يتأمل ماذا يقول له. إنسان يقول لي 10 من الأولاد لم أقبل منهم أحدا. قال له كلمة جامعة مختصرة طالما كررها رسول الله: من لا يرحم لا يرحم. أي أن الناس الذين لا يشيع فيما بينهم التراحم لا تهبط عليهم رحمات الله سبحانه وتعالى. هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولعل الشاهد من هذا الحديث لهذا الباب هذه الكلمة: من لا يرحم لا يرحم. تلك سنة من سنن الله سبحانه وتعالى في عباده. انظر إلى أي مجتمع من المجتمعات الإسلامية. غير الإسلامية دائما نقول لا نضعها في الميزان، لأن الباري عز وجل قال لنا في أكثر من مناسبة: سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم. قال أيضا: لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المصير. قال: ربما يود الذين كفروا لو كانوا مؤمنين، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. إذن لا نتحدث عمن قطعوا أوهى الصلات بينهم وبين الله عز وجل، نتحدث عن المسلمين الذين جنحوا وانحرفوا وشاع فيما بينهم التظالم بدلا من التراحم. انظر إليهم
تجد أن الله عز وجل شيئا فشيئا يقلص رحمته عنه، يقلص رحمته عنه. وهذا الواقع نستطيع أن نجده في أنفسنا، ونستطيع أن نجده أيضا في من حولنا. ولن تجد لهذه السنة الربانية تبديلا، أي سنة من سنن الله لن تجد لها تبديلا، كما يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه. نحن اليوم لا نتراحم إلا في أضيق الظروف، ولعل التراحم الباقي أصبحت حالات نادرة وشاذة. حل في مكان التراحم التخادع والتظالم وأكل الحقوق، بل انتهاب الحقوق والتربص والتلاعب والغش، وكل هذا يتجسد في سلوك، بل أنواع من السلوك. حل مكان التراحم بالمال الذي يكرمنا الله عز وجل به أن نجعل من هذا المال أداة طغيان وأداة استكبار وعتو، بدلا من أن نجعل من هذا المال الزائد، نجعل منه أداة رحمة بالآخرين، أليس كذلك؟ لو أردت أن تنظر إلى الحفلات التي يقيمها كثيرا من الناس بمناسبات شتى، منها مناسبة رأس السنة الميلادية، لو أردت أن تحسب الأموال التي تهدر والتي هدر في مناسبة كهذه المناسبة أو في حفلات أخرى، لرأيت أن هذه الأموال الطائلة لو أنها صرفت بيد الرحمة إلى من ابتلانا الله عز وجل بهم وجعلهم بحاجة إلى رحمتنا وعطفنا، لرأيت أن هذا المال كفاهم جميعا وفاض وفاض. ولكن بدلا من أن يشعر فؤادي بالرحمة لهؤلاء أعرض عنهم وأجعل الزائد من المال الذي لا أحتاجه تعبيرا عن كبريائي وطغياني وترفي. بلغني أن حفلا من الحفلات وليكن عقدا أنفق عليه 10 ملايين ليرة في هذه البلدة في هذا العام وفي مدة قريبة، وقس على هذا أمثاله. ثم دعك من ذلك كله، تعال فلنتساءل، كم من الأموال أهدرت في غير حاجة، في غير بناء، في غير عمل إنساني بمناسبة رأس السنة الميلادية؟ كم من الألبسة أنفقت عليها الأموال الطائلة فقط من أجل هذه الليلة؟ كم من الحلي؟ انظر إلى أسواق الصاغة في هذه المناسبة كيف راجت وماجت من أجل فقط هذه الليلة. انظر إلى الموائد التي عمرت في الفنادق هنا وهناك، كم أنفق عليها من أموال، كل مائدة كل مائدة كل مائدة، كم أنفق عليها من أموال ليلة واحدة. وفي البلدة جياع يتضورون جوعا، وفي البلدة شباب يحتاجون إلى من يعفهم بالزواج، لا يجدون المال الكافي، أدنى درجات المال الكافي ليتزوجوا به. وفي المجتمع شباب يحتاجون إلى مال بسيط زهيد ليحصلوا من خلاله على دار بسيطة كعش، قانعون بهذا لكن لا يجدون المال، ولكن أعينهم ترى المال العظيم كيف يهدر والملايين كيف تتبخر.
النتيجة ما هي؟ شيء طبيعي أن يربو الحقد في قلوب فئة ضد فئة، شيء طبيعي أن تطرد هذه الحال الحب من القلوب وأن تغرس في مكان ذلك البغضاء والشحناء. هذا ما عدا الأمر الأخطر أن الله يرقب ويرى، فإذا رأى هذه الحالة في عباده أن التراحم قد طوي مما بينهم وزال وأن الأمر قد آل إلى نقيضه، الباري ماذا يصنع بدوره؟ يرفع رحمتهم كي أنفسهم. ومظاهر ذلك واضحة، واضحة أيها الإخوة. موضوع الأمطار جزء لا يتجزأ من ذلك، جزء لا يتجزأ. وأنا بحياتي قلتها وأقولها، لم أجد عاما من الأعوام كان شتاؤه كهذا العام الذي نحن فيه، ما أذكر أبدا أنني رأيت هذا. فتصوروا أن الأمر إذا استمر وأن رحمة الله إذا بقيت محجوبة عنا، إلى ما سيؤول حالنا؟ كنا في العام الماضي نشكو من قلة المياه وأن ينبوع برد قد جف، لكن الآن إلى ما سيؤول الحال؟ ربما نجد أن ينبوع الفيجة قد جف أيضا. وليت شعري، هؤلاء الذين يأبون إلا أن يتطوعوا بسكر لم يأتيهم من الخمر، وما هم بسكارى كما قال الله عز وجل، لا يتفكرون، لا يقدرون، لا يتساءلون، ترى ماذا سيصنعون إذا واجهتهم هذه الحالة؟ نضبت المياه من أرضهم، ماذا سيصنعون؟ ماذا ستفيدهم موائدهم هذه عند ربهم؟ ماذا تفيدهم لياليهم هذه؟ ماذا تفيدهم هذه الاحتفالات؟ وليكن في صندوق أحدهم ملايين المليارات، ماذا يصنع هذا المال إذا انقطع عنه رحم الله، إذا انقطعت عنك رحمة الله سبحانه وتعالى؟ ألا يفكر هؤلاء الناس؟ أم على قلوب أقفالها كما قال الله عز وجل؟ أنا أتمنى أن يقول قائل لنا طريق آخر غير طريق الدعاء وغير طريق رحمة الله، العلم. طيب يا سيدي تفضل، إيدي وإيدك تفضل، وين هذا العلم؟ أين هذا العلم الذي به تفجر ينابيع الأرض إذا قضى الله عز وجل أن تغور هذه المياه؟ أرني العلم الذي تغلب على قول الله تعالى وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. يقول أحدهم هكذا نقول أحدهم إنه لا يعتقد أبدا كما يقول مروان شيخه والأخ الثاني أحمد، إيش اسمه؟ الشيخ أحمد حسون، أن الاستغفار ينزل المطر. ما بيعتقد هذا الشيء؟ لا تعتقد. أرني البديل أو أثبت على ما تقول عندما أرى لسانك يلهث هكذا تبحث عن قطرة ماء فلا تجدها، عندما تثبت على هذه الحال ولا ترمق بطرف كثير نحو السماء، أعلم أن قرارك قرار علم ثابت. نعم، ولكن الأمر ليس كذلك. الأمر كما يقول الله وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. هذا شأن الإنسان. وإذا مس الإنسان ضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قائما فلما كشفنا عنه ضره
اطمر كأن لم يدعنا إلى ضر مسه. لو أن الإنسان وعى هذا الكلام لخجل من نفسه ولخجل من الله سبحانه وتعالى. ومع ذلك فأنا أعود فأقول هات السبيل البديل. وأنا مع من يبحث اطرق باب أمريكا فلتنجدنا أمريكا ببديل. باب روسيا التي ذهبت وطويت شوكتها وقضي على فلسفتها ونسخت علمانيتها المرذولة. طيب أين البديل؟ أين البديل عن رحمة الله سبحانه وتعالى؟ القرار الذي لا يغلق والحق الذي لا ينسخ. من لا يرحم لا يرحم. ولو أنك وجدت أن هؤلاء الناس إذا وجدوا مزيدا من المال بينهم بدلا من أن يجعلوه لسان كبرياء وطغيان يعودون به إلى إخوانهم لسائقا من الرحمة، لرأيت أن الله أسبق إلى الرحمة بهم من رحمتهم بعضهم ببعض. ولقد حدثت أن الأموال التي أنفقت في هذه المناسبة لا ينفق الأجانب الغربيون لا مثلها ولا نصفها في هذه المناسبة ذاتها. يعني لو ذهب إلى أي بلدة أوروبية ونظرت إلى أي أسرة في هذه المناسبة لن تجد في المجموع أنهم ينفقون نصف المقدار الذي ينفقه المسلمون على عادة قدمت إلينا من الغرب. والله المستعان. وأسأل الله أن يصلح حالنا وأن يجعلنا من المتراحمين حتى يرحمنا، والحمد لله رب العالمين.